بزاف ديال المواقف اللي تعرضوا لهم الطلبه ديال ديفيرونت فاكولتي ديال الميديسين والفارماسي في المغرب، بحال لا ديرنيغ فوا فاش كان سيت اي ناسيونال وما خلاوش الطلبه يجيو من مختلف المدن، ولا الوقف ديال لا مارش اللي كانت بروغرامي واللي ضرينا انا نصيبو غير سيت ان. هذا الاسبوع تفاجئنا بانهم عيطوا لبزاف ديال الطلبه لي ريبريزونطون وعطاوهم استدعاء اللي هو ماشي ليغال باش يحضروا لدي كونسي ديسيبلينير. اي هاد الصباح تفاجئنا بانهم لي ريبريزونطون ديال وجده توقفوا لمده عامين، اللي هو قرار ما عنده حتى معنى. التهمه اللي موجهه لهم هي انهم هاد لي زيتوديون كيرهبونا وكيبزوا على الطلبه انهم يخرجوا في هاد الاضراب، وهاد الاضراب راه زعما راه سي لو شوا دي باز، لي باز اللي مدافعين عليه لي ريبريزونطون مالهم الا انهم يوصلوا صوتنا، كيصايبوا الخدمه ديالهم على اكمل وجه وما كيديروا حتى شي حاجه اللي يقدروا ينتقدوا عليها من طرف هاد لو كونسي ديسيبلينير. يعني هاد الوضعيات كنعتبروهم حنا وضعيات ديال القمع وديال محاولات انهم يوقفوا لينا لو موفمون ديالنا بدون سبب. حنا المطالب ديالنا كلها مشروعه، باغيين غير نكملوا فورماسيون ديالنا على اكمل وجه باش نقدروا نداوي ويكون الصحه ديال المواطن المغربي في امان. حنا ما كنجربوش نوصلوا للسنه البيضاء، ولكن كيف ما كيقولوا راه سنه بيضاء احسن من مستقبل اسود. نتمنوا ما نوصلوش لهذا الشيء ولقاونا الحل قبل وراح نشوفوا مع لي زيفينمون. اون بليس من هادشي اللي تعرضوا له الطلبه ولي ريبريزونطون ديالنا، راه المكاتب الطلابيه لي بيغو دي زيتوديون ديال كاع لي فيل تم لا ديسوليسيون ديالهم والحل ديالهم، ما بقاوش عندنا هادشي ما غير مشروع. يعني لي بيغو دي زيتوديون الطلبه اللي كيصوتوا عليه، الطلبه اللي كيطلعوه، الطلبه الوحيدين اللي عندهم الحق يفكوه. هاد الوضعيه هادي كنعيشوها وليداتنا هادي واحد 3 شهور، نظرا للانعدام بعد اولا التواصل والتواصل صريح مع المسؤولين على الصعيد الوزاره لا ديال الصحه ولا ديال الوزاره ديال التعليم العالي، واحد الانعدام ديال التواصل بصفه عاليه. هناك مطالب طلبه مشروعه تتجلى بعد اولا جوده ديال التعليم وحرصا على سلامه المواطن، لان الصحه العموميه تتهم جميع المواطنين، وبالتالي هالطلبه كيطالبوا باش يكون واحد التكوين مهم في على مستوى حفظا على هذه المكاسب. والتراجع الطلبه يطالبون بعدم تقليل سنوات ديال التدريس من 7 سنين حتى 7 سنين وجوده ديال التعليم والاقتصاد. هناك مطالب يجب الانصات لهذ الطلبه هادو، راهم من مخيره ديال التلاميذ اللي كانوا عرفوا واحد اجتهدوا واجتازوا المباراه ديال الطيب، يعني كانت النخبه ديال الطلبه ما تعطاتش لاي كان. نتمناو كانت زعما بكل امانه اذان صغير لان هاد الطلبه شكون اللي يسمع لهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.